الشيء اللي بيخوفني اني ما اقدر بيوم من الايام حقق لك كل السعادة قبل ما انزد تحت هالتراب. الله يخلي لي اياك مروان. برافو عمي، ما بكفي بهدلتوني بالبيت وهي تبهدلت اليوم برا بسبب حضرتكم. عجبكم هيك هلا بالبيت قدام الخدامات وبرا قدام اصحاب المحلات؟ شوفي مروه، معقول تحكي هيك مع عمك؟ هو بيعرف شو اللي عم اقوله. شوفي يا بنت، التزمي بادبك. ادبي ما محسوبة على بيت اوليو اغلو، عجبكم ولا ما عجبكم صرت محسوبة عليكم، وما رح اسمح لكم تلغوا كرت البنك من دون ما اعرف. اجيت لعندكم كنة مو عبدة. الله يجيبك يا طولة البال. اسكتي يا مروه. رح اسكت بس بشرط انه عمي يرجع لي كرت البنك هلا. حاجه حكي بلا طعمه بقى. المصاري لشو عم تخبيه يا عمي؟ لوين بدك تاخذها؟ على القبر؟ اسكتي يا قليلة التربية. برهان يا عيب الشوم عليكي. لا الو. اي احكي، انا عم اسمعك. عن جد عم تحكي؟ يعني ما في غلط ما هيك؟ انت متأكدة؟ طيب شكرا لك، شكرا كثير، مع السلامة. شوفي شهرزاد خبر حلو مو هيك؟ ايه الخبر كثير حلو. يلا مشهور بيكي بيعرف انه في مواضيع خاصة ما لازم يدخل فيها، ما هيك؟ طبعا بيعرف الموضوع. ملك انا مالي حابب ابدا تطلع لي اي مفاجآت. لا تاكل هم، اصلا رح يكون كل شيء تحت اشرافنا نحن. ومشهور بيكي بيتشكرك كثير لانك اخترت برنامجه من بين كل البرامج. طبعا ومستحيل يسألك اي سؤال من خارج الاسئلة اللي اتفقنا عليها معه. وامتى رح يجوا؟ الساعة 8 تقريبا، وانا رح كون معهم المفروض. ماشي، شكرا لك. ولو الله معك. عن اذنك. كيفك بابا؟ انا منيح. انت وين كنتي؟ ايه كنت عم زور رفيقتي. كيف رفيقتك؟ منيحة كتير بتسلم عليك. شكرا. كنت عم تبكي بابا؟ ومنين طلعتي لي بشغلة البكي هاي؟ بس عيونك محمرة. ما بعرف، يمكن عيوني محمرين من الهوا. إن شاء الله يكون هيك. عدي شوي، بدي غير أواعي مشان روح على الشغل. هداك الصايع طلع من البيت. عن جد؟ ما شفتيه؟ وأنا يعني مالي شغلة غيره؟ قولي لي، أكيد ما عم تشوفيه لهالتافه؟ أكيد بابا. رزان بابا لو سمحت، اصلا ما بعرف انه نقل من البيت لو انت ما قلت لي هلا. خلص يا بنتي، انا مصدق حكيك. شهرزاد، شلون القميص لابقلي؟ طالع بتاخد العقل. لا تبالغي شهرزاد، عم بسألك. وأنا عم جاوبك، طالع بتجنن. ماما أنت ليه مو لابس ثيابك؟ ليش حتى ألبس؟ في حدا جاي لعنا؟ التلفزيون جاي يصورنا وأنت لازم تكون لابس منيح. هلا عرفت ليش خارج وما أنا عم تمشط لشعرات لنيفين. أيوة يلا لشوف، روح جهز حالك. Thank you.
شو عم تعملي منى؟ عم باخذ الكتب. كل هدول؟ اي. انت حامل، ما بيصير تحملي شيء تقيل. ما حبيت ازعجك منى، هيك عم تعرضي حالك والولد للخطر. عم تعملي هيك لتزعجيني؟ معقول تتصرفي هيك؟ زعلانه مني؟ بيصير؟ لانه اخي واختك تركوا بعض متزعلين؟ بتعرفي من الاول انه انا ما بوثق بتصرفات مالك وانا ماني مسؤول عنه. يعني انا عم شجعه لحتى تحاسبيني بهالطريقه؟ معقول نسمح لهالشغله تخرب الحياه اللي عم نبنيها؟ ها؟ لو سمحتي منى فهمي علي، ما في عندي شيء بالدنيا اهم منك ومن ابني، واي مشاكل برات عيلتنا ما لازم تاثر على حياتنا. انا قلت له لمالك يروح يحب رزان، شو اعمل مشان يرجع لاختك ملك؟ يعني خليه يرجع لها غصب عنه؟ ماشي عزيز، كون عندي بعد شي نص ساعة. بس لا تتأخر. ماشي، مع السلامة. مع مين عم تحكي؟ واحد ما بتعرفي. أكيد في شي عم تخططي له. طبعا. طلعي فيه، لا ترجعي لحركات الجنان، اوعى تعملي شي تصرف مو منيح. لا حبيبتي اطمني، أنا ما بغلط أبدا. وإذا بدك تعالي معي. ما فيني، في عندي شغل. مثل ما بدك. هدى الله يخليكي، لا تلعبي بالنار لأنه أنت رح تخسري. يا عليكي شو على نياتك، كيف الواحد حيستمتع بالحياة إذا ما غامر فيها؟ لسه ما جهزتوا حالكم؟ صرنا جاهزين. وأنت نيفين؟ أنا جاهزة. تمام. عجبتك تسريحة شعر شهرزاد خانو؟ يسلموا إيديكي، كتير حلوين. عجبتك يا روحي؟ إيه كتير. وقفي شوي، وين حطيت قوس الشعر؟ نحط لك هذا. وهلا صرتي كتير حلوة. أهلا وسهلا، تفضلي. أي طبعا بدي أتفضل. تفضلي. أمي منيح اللي اجيتي يا أمي، والله ماني قدرانة اتحمل حدا بهالبيت. ليش هدول شو بدهم منك؟ شو مشكلتهم معك؟ يا ريت لو أعرف لك، بس لو تشوفي شلون عم يعاملوني يا أمي، والله صرت اكره حالي. طولي بالك، ما حنستسلم بهالسهولة. هلا رح أعرف شو مشكلتهم. حاجتهم بقى وراي. غفران أهلا وسهلا. لا أهلا ولا سهلا. خير إن شاء الله. عندي كلمتين وبدي أقولهم، فلا تزعج حالك برهان بيك. بما أنك تعذبتي وإجيتي بنص الليل وفايتي علينا مثل القضى المستعجل كمان، معناتها في عندك شي مهم. شو ما رح تسمحوا لي أقعد؟ معقولة يا غفران، البيت بيتك، تفضلي. هاتي لنشوف، احكي لنا اللي عندك وخلصينا. بنتي ما بعرف إذا جاي لعندكم عبدي ولا كني، أنا ما ملاقية بنتي بالشارع. شوفي يا غفران، أول شي ما بيصير تفوتي على بيتنا بالطريقة يلي فتيها. ما بسمح لك أبدا تحاسبيني على الشي يلي ساويته. ثانيا، لازم تحترمي حالك وتتعلمي كيف تحكي مع العالم، وبعدين تعي. من يوم ما إجينا أنا وبنتي على هالبيت وأنتوا عم تبهدلونا وتهينونا، يعني لأنت بتكون يانا نسكت على هالإهانات هاي؟ غفران احكي من غير ما تعلي صوتك. لتكونوا أخذين بنتي كني غصب عنكم، ليش عم تعاملوها هيك ها؟ ليش نسيتي كيف صارت بنتك كنتنا ولا بتحبي ذكرك؟ عملتها يلي ما بتنذكر بتخجلنا إلنا ولا بتخجل حضرتك؟ ليش ما عم تخجلي من عملتها؟ ما عم بفهم. كيف يعني؟ عم تقول إنه بنتي ضحكت على ابنها؟ ولهيك انتو لازم هلا تذلوها وتبهدلوها ما هي؟ الله يطول بالي عليك وعلى بنتك. يا برهان ما بدنا نرجع نعصب. رغم كل شي صار يا غفران، قبلنا بنتك كني قلنا بهذا البيت، وما وقفنا عن كل شي عملته، بس بنتك ما عم تقعد عقلي ابدا. شو ساوت الكون؟ استغفر الله. يعني بدك ياني احكي؟ والله اذا في شي تقوله قوله. اول شي بنتك ما عم تحترم لا كبير ولا صغير،
ولا بتحترم النظام يلي بهذا البيت، وعم تزعج الكل، وراحت اشترت ذهب من دون ما تقول لحدا بالمصاري يلي حطينا لها اياها بالبنك، وبنتك يا خانم نامت برات البيت من دون ما تقول لحدا. شو رأيك بقى؟ بس عدلك كمان. اسكتي يا مروة، انتو حاطين لها مصاري بالبنك، فشو تعمل؟ قلي، في حدا ما بيحب المصاري؟ هيك لكان مبين ما في طريقة للتفاهم معك ابدا يا غفران، حكينا كله على الفاضي. اخي برهان، لا تدير ظهرك وتمشي، لا تهرب من الموضوع، هلأ لازم نحل هالمشكلة بأرضها. طيب قليلي لشوف، انت وبنتك هي ورا شو راكدين؟ قولونا اياها لحتى نفهم. يلي بدي اياه انكم تعاملوا بنتي بشكل يليق بكنة اوليا اوغلو. ليكي بنتك يا خانم ما بتليق انه تكون كنة لبيت اوليا اوغلو، واذا ما عجبك هذا الحكي احملي بنتك وحلي عنا بقى. هيك لكان؟ طيب رح اخذها وروح، بس كل شي في له مقابل، وبالاول لازم تدفعوا. كل شي بهالحياة له تمن. ايه انت وحدي ما بتستحي. وليش لا استحي؟ والله يا حبيبي لا تفكر انه طلاق بنتي حيكون رخيص مثل زواجها. والله هذا اخر حكي عندي. شو صار لك يا غفران؟ عيب تحكي هيك، الشغلة مو بيعه وشروة. الشغلة حق يا ناهدة. غفران خلص بكفي، حاجتك تبيع وتشتري ببنتك. أنا طالع لفوق يا ناهدة، وأنت كمان لا تطولي كتير بالقعدة معهم. دخيلك يا ربي، شو هالعالم، شو هالبشر هدول. لك أنا بحياتي ما شفت ناس بيبيعوا بناتهم. طيب انتو فيكن تروحوا، فينا نعمل بروفة مشان الإضاءة نور بيك؟ طبعا أكيد. شكرا كتير لأنك اخترتنا أنور بيك. لا العفو. وشكرا شهرزاد خانم طبعا، وبتشكركن كتير لأنكن استقبلتونا ضيوف ببيتكن. العفو، جو البيت حيكون مناسب أكتر بالنسبة للكل. حكيك مزبوط، جهزنا مع ملك خانم برنامج رائع بيليق باسمكن ومكانتكن. ملك مزوقة كتير. شكرا لك ست شهرزاد. أنا واثق أنه حيكون حوار ممتع لأنه في جو حميمي كتير يا أنور بيك، والمشاهدين رح يحبوا هذا الشيء. مدايدين كتار. بلشتنا؟ لك لا لا ما عمنا. الأجهزة إلك، بس أنا بدي أخذ المعلومات. اتفقنا. يلا استعجلك شوي. طولي بالك. من دون صوت. وجيب الأجهزة المحمولة. شوف يا شهرزاد، بكرة الصبح شو رح يكون شعورك. مساء الخير. ضيوفنا لهذا اليوم عائلة بنتها وسائل الإعلام بنجاحاتها بالعمل وبحياتها الخاصة أحيانا. ضيوفنا هنن عائلة أقصال، أنور أقصال وشهرزاد أقصال. طبعا ومثل ما لكم شايفين معهم أبنائهم كنان ونيفين. أهلا وسهلا فيكم. أهلين فيك. مساء الخير. وانتي كمان نيفين، قلي لهم مرحبا. مرحبا. نحن اليوم ضيوف ببيت عيلة أقصال يلي استقبلونا ببيتهم السعيد والحميمي. اي أنور بيك، الرأي العام حابب يعرف أكثر عن حياتكن الشخصية وعن جو أسرتكن، لأنه تأجيل عرسكن عمل صدى واسع عند كثير من الناس، بس طبعا مثل ما أنا شايف إنكن وصلتوا للنهاية السعيدة. صحيح إنه كان عنا في شوية مشاكل بالماضي، بس تركناها للماضي، مشان هيك
قررنا بعد أنا وزوجتي نعيش أيامنا الحلوة. الله يخليكم لبعضكم. بالأول كنان ابن زوجها السابق لشهرزاد خانم، وهلأ عرفنا أنه في نيفين. مظبوط، وهي بنتي من خطيبتي السابقة واسمها نيفين. بطوط. الله يخلي لك ياهن أنور بيك. وأنا حابب خبرك بهاللقاء أنه عن قريب رح يكون في حفلة عرس. هذا خبر كتير حلو، يعني رح تعملوا عرسكم بوجود أولادكم الاثنين. قول ثلاثة. عفوا، رح نعمل عرسنا نحن وولادنا ثلاثة إن شاء الله، لأنه رح يجينا ولد ثالث. هيا إذا بتريد وقف التصوير. ولا يهمك. شهرزاد كم؟ مفاجأة حلوة ما هي؟ طبعا مفاجأة، بس ليش ما قلتي لي قبل هلأ؟ أنت عرفتي؟ اليوم. طالما شاكي إنك حامل ليش ما خبرتيني؟ حبيبي ما حبيت خبرك قبل ما أتأكد من الحمل. طيب قديش صار هلأ؟ ما بعرف، أنا لسه ما شفت الدكتورة، بس بعتقد عمره شي 3 أسابيع. سمعتوا أمكن شو عم تقول؟ حيصير عندنا أخ جديد ما هيك؟ ايه حبيبي رح يصير عندكم أخ جديد. كمان يعني رح يصير أخي؟ طبعا، هذا أخوكم أنتوا اثنين. ألف مبروك شهرزاد، معناته رح يكبر سوا هو ابن أختي. اي كتير حلو ما هيك؟ اها. بدك بنت ولا صبي؟ أنا ما بتفرق معي، أنت شو بدك؟ وأنا كمان ما بتفرق معي. أنور بيك. إيه؟ نحن رح نكون أول مين بيزيع هذا الخبر الحلو. طبعاً أنت أول ناس بتعرف. طيب منبدأ بالتسجيل؟ مالي حابب يروح هذا المشهد علينا. طيب، بس أكيد أنت وقفتوا التسجيل. ما وقفنا، معقول نروح علينا هيك مشاهد؟ حق معك، يلا. طيب خلونا نكمل. تفضل تفضل. انوار. يا عيون انوار. يعني عم اقول العرس ما بقى له داعي، مو حلوه وانا حامل. بالعكس حبيبتي، اصلا عرسنا هلا صار وقته. معناتها خلينا نساوي حفله صغيره. اي كيف يعني؟ هون بالبيت، ومنعزم الناس اللي منحبهم. مو على اساس بدك عرس كبير؟ ما في داعي يكون في ناس كتير مشان يكون عرس كبير. منعزم بس الناس اللي قراب منا ورفقاتنا كمان. شو رايك؟ مثل ما بدك انت امري. والله ما عم صدق. كمبيوترات سارقينها، شو بدهم يعملوا فيها؟ مين عملها يا ترى؟ شهرزاد خانم يا ترى عامله نسخه احتياطيه عن المشروع لانه كان على كمبيوتر. ان شاء الله. نحن بمكان الحادث، أخذنا البصمات. حاضر سيدي. أنا برهان أولي أغلو. تفضل يا عدي. شكرا. تفضل. أهلين عم برهان. أهلين. أهلين برهان بيك. أهلين فيك. أهلا وسهلا. هلأ ناهدة خانم خبرتني. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. شغلة كتير غريبة. شو صاير يا أنور بيك؟
والله لهلا ما عرفنا يا برهان بيك. عم ناخذ البصمات، بس على الاغلب حتكون بصمات يلي عم يشتغلوا هون، لانه بصراحه اللي قايم بالسرقه كثير محترف. احكي لي يا بنتي، سارقين شيء غير الكمبيوترات؟ ما بعرف برهان بيك، نحن ما رضينا نلمس شيء قبل ما تجي الشرطه، بس ما كان في مصاري بالمكتب، يعني باختصار ما في شيء ممكن ينسرق. اصلا هالكمبيوترات بكفوا، كلهم كانوا اخر موديل، بيكونوا هلا صرفوه. انت لا تزعلي حالك، هلا رح اجيب لك جهاز انذار وكاميرا، ومن هون ورايح لازم نكون حريصين. اي صار بدها. شهرزاد خانم بتشكي بحدا من المكتب؟ لا، الشباب اللي بيشتغلوا معي مستحيل يعملوا هيك شيء. طيب في حدا من برا؟ لا ابدا، انا اصلا ما عندي اعداء ممكن يضروني. فكري، انت مهندسه مشهوره. شهرزاد لا ناريمان، ما بعتقد انه هو، بس انت ورجيتي هديك وراء. شوفي في واحدة شاكين فيها. مين؟ مين؟ فيك تعطينا اسمه؟ هلدون اسمه. شهرزاد طلعت حامل. شو عم تقولي منى؟ عن جد كثير شرفتيني كثير. ونحن كمان، وبقالي شهر صارت حامل، لسه ما صار له زمان. عم تقول شهرزاد انه ما صار له اكثر من شهر، واليوم حتروح على الدكتور. رح يكون اصغر من ابنك بثلاث اشهر. ايه رح يربوا مع بعض، رح يطلعوا كثير حلوين. بس ان شاء الله يطلعوا واحد صبي وواحد بنت. ان شاء الله. خبرتي فريدة شي؟ ما بعرف إذا حدا خبرها، أكيد ما عندها خبر. هلا رح تنبسط كثير بالخبر. إيه أكيد. طيب شو صار بتجهيزات العرس؟ حكيتي مع شهرزاد بهالشغلة؟ حكيتها، ولا رح يطلع الفستان بجنن، ورح يكون عرسهم تاريخي. هيك ما بيجي للعرس. قديشني فرحانة، وأخيرا حترجع لنا الضحكة. وخاصة لهالمسكينة فريدة. إيه، إن شاء الله. طيب منى ما رح اعطلك عن شغلك اكثر من هيك، حكيكي بعدين. طيب حبيبتي على راحتك. لسا بحالك بالشغل حبيبتي منى؟ لازم تديري بالك على حالك وعلى الولد. ايه اكيد لا تخافي. شكرا لك. سمعتي ما هيك؟ سمعتك وانت عم تحكي مع نوال خانم، يعني عن جد شهرزاد حامل؟ ايه. فرحتيني، يربى بعزن ودلالون. ان شاء الله. قديشني مبسوطة. واخيرا. شو مشكلتهم؟ لا ما كان في مشكلة أبدا، وما لهم زمان متجوزين، يعني لساتهم بيعتبروا حالهم عرسان جداد. ولا فرحت لها لشهرزاد كتير. شكرا، يعطيكم العافية. الله يعطيك. الله يعطيك. من فترة قريبة المحامي تبعي كان عامل دراسة كاملة عن اسم خلدون، ما لقينا اي سبب يتسرق ملفه، بس هيك شخص ما بينوثق فيه، عامل كل شيء من تزوير شيكات للنصب للاحتيال. اجى لهون من فتره وعمل مشكله لناريمان لانه رفضته. حضره الضابط لو سمحتوا حاولوا تمسكوا هذا الشخص بسرعه. لا تقلق، اكيد رح نقبض عليه فاطمن. شكرا كثير، بس محتمل يكون صرف الكمبيوترات بهالوقت، فيمكن ما تقدروا تعوضوا الاضرار الماديه. الأضرار المادية ما أنا مشكلة، بس الكمبيوترات كان فيهم مشروع هندسي مصممته مرتي، وهذا المهم. شو عم تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح في عنا نسخة تانية، بس النهائية بالكمبيوتر. طيب الحمد لله على سلامتكم. شكرا كثير. الله معك، مع السلامة. يعطيك العافية حبيبتي، لا تزعلي مشان ما تتعبي. أنا ما رح أعمل شيء أنور، لا تاكل همي. وانا كمان مستحيل خليها تتعب. برهان بيك رح تجوا على عرسنا ما هيك؟ ايه طبعا. معقوله ما نجي على عرسكم يا انور بيك؟ شهرزاد بتنعاد بنتي، وانت هلا صرت سهرنا يا انور بيك. قولي. لا انت قله. بصراحه نحن حابين لك شي برهان. بما انه شهرزاد مثل بنتك وانا صهرك،
فجهز حالك لتكون جد مرة ثانية. شو؟ شهرزاد بنتي. حبينا تعرفوا منا قبل ما تعرفوا من برا. يعني هلا كنان راح يصير عنده اخ. الف مبروك. ما بعرف كيف بدي اعبر عن فرحتي بالخبر هذا يا شهرزاد. والله لولا العيب كنت بكيت. لولاي ما كان هذا الشيء. وانت من وين كنت؟ انت رجال طيب يا نور بيك وبتستاهل كل خير. هاني عم يحكي لك ريمان. خلص لا تزعلي. فرصة شو؟ كم يوم؟ جواد هذا الحكي اكيد. يا زلمه بدنا نشتغل. شو بدي اقول لك؟ والله طقت روحنا من القعده بالبيت. منيح منيح ماشي الحال عايشين. انت واحد سلال ولاك؟ شو بدي اقول لك؟ في نسخة تانية طبق الاصل من الدفتر تبعي موجودة عندك. كيف نسيت وما عاد تتذكر؟ عملناها مع بعض وتركتها عندك. ها؟ لك ابني بدي اشتغل. يا زلمة خلصني بقى. ما بظن اتأخر. رح خلصهم يوم السبت. ماشي ماشي. يلا بشوفك. ليك لا توقف بالسيارة قدام البناية. بس أنا غيرت شكلي. شو عملت يعني؟ صرت بابا نويل هالمرة؟ صرت مثل المخبرين، نظارات سودا وطاقية مدورة. أي بلا بياختك هلا. أصبح ما تتأخري أكثر من ربع ساعة. عم أقول لك اشتقت لك يا رزان. صار لي 18 ساعة و40 دقيقة ما شفتك. انت مجنون. منيح يا لعبتي. بابا عم بيناديلي رح سكر. يلا عم استناكي. خلص قلتلك جاي. اعطيني بوسي. مالك لا تتولدن هلا. معناتها بس شوفك بدك بوسيني. ها طيب ماشي. عم تناديلي؟ ايه عم دور على دفتري وما عم لاقي. رزان شو هالحلو؟ دخيلك بابا هلا. هي أناقة. لا تكوني موعدة حدا برا. بابا رايح أشوف رفقاتي شوي. ها لقيتهم. تفضل. رزان هالحكي اللي قلت لك يا لساته ببالك؟ أصحك تكوني عم تشوفيه. هالموضوع خلص نسيته. اتركنا منه هلا. بابا رح يرجع على الساحة مرة تانية. رح اشتغل بالبورصة يا بنتي. مسرح شو؟ ممتاز. جواد رح يفوت بمشروع جديد وانا رح اشتغل معه. يلا بركي بستفاد شوي منه. والله كتير منيح. بعدين وين بدهم يلاقوا عازف مثلك؟ استني يا بورصة جايلك الموسيقى سميح. جايلك ملك الموسيقى. حاجتك زعبرة بقى. ثيابي كلها مبهدلة. قومي شوفي لي شي شغلة البسها. لا تاكل همها بابا، هي بتتدبر. وإذا ما تدبرت منشتري جديد. الحمد لله على سلامتكم. شكرا. شكرا. سلم لي كثير على ناهدة خانم. الله يسلمك. لا تنسوا العرس. ها معقول ننسى؟ وانتوا لا تنسوا موضوع أجهزة الإنذار. ركبوها بأقرب وقت. لا تخاف اليوم رح نركبها. يلا هلأ عن إذنكم. الله معك. مع السلامة. هاني تعال يا ابني، في موضوع بدي أحكي أنا وياك. حاضر عمو برهان. يلا خلينا نتمشى شوي شوي وبرجع. يلا يا ابني. حبيبتي خلص لا تزعلي حالك، وحياتك كل شي بيتعوض. مو زعلانة مشان هيك شي، بس راح كل الشغل والتصميم، كيف بدي لحق المشروع؟ طيب ما كان عندك نسخة تانية عن المشروع؟ عندي بس مو النسخة الأخيرة. شوف شو صار معي هلأ وقبل العرس كمان.
بس انت ما بنخاف عليكي الا ما تحليها. شو مفكر القصة سهلة؟ طيب انا بساعدك بتقبلي؟ يا ابني خلص رجع، البنات عم يسألوا عنك كثير، شو رح نقول لهم؟ ما فيني يا عمو برهان. يا ابني يا هاني، انت صرت واحد من عيلتنا، ويعني بيتنا هو بيتك، فلا تعقد بقى. لا عمي برهان، مروة كان معها حق، قعدتي عندكم مو مقبولة. وليش مو مقبولة؟ وهي مروة شو بفهمها؟ هلا هي بدها تعلمنا كيف نعيش ببيتنا؟ يلي عملته معي يا عم برهان الأب ما بيعمله مع ابنه. شكرا، بس كمان انا ما فيني ارجع على هداك البيت، انا عندي شوية كرامة. طيب شو بدك تساوي هلا؟ ما بعرف، بس اذا ما في مشكلة رح ابقى عند اختي، انا مكاني معها ما دام هي ضل لهم. طيب هيك معقولة، على القليل هيك اختك ما بتضل قاعدة لحالها. بس انا بتمنى من كل قلبي ترجع معي على البيت. شكرا عمو برهان، بعرف هالشي. هاني شوف يا ابني، اذا احتجت لاي شيء وشو ما كان يكون لا تنسى انه انا لساتني عمك برهان، بتطلب مني ماشي؟ هدفي الوحيد اني انجح السنه واتفوق وفوت على الجامعه، ما بدي خير ظنك فيني ابدا. برافو يا هاني برافو، الله يفتح بوشك يا ابني. طيبين، ما عرفت شو هالبهارات اللي حاطين لها اياها؟ دوقيني. عن جد طيبين. لو اعرف كيف عاملينها. عمالك دخيل عينا شو حلوه هالاموره. شو اسمها؟ بشرى. كانت عم تطلع عليكم؟ لو شفتيها كل الوقت عم تطلع علينا وتضحك لنا. قديش باقي لك لسه؟ أربع شهور. إن شاء الله بيجينا بنوتة حلوة مثل بشرة. تقومي بالسلامة. شكرا. يلا بالأمس. الله معكم. باي باي بشرة. باي باي يا حلوة. بشورتي حبيبتي، شو أنت عطشانة يا روحي؟ شفت قديش حلوة؟ كل العالم بيحبوها. شوفي فتون، مو معقول نستمر. روحي. نحن لازم نرجع عيلة وحدة. حاجة تخبص، أنت متزوج هلا. وحياتك يا فتون، هذا اللي رح يصير، رح طلقها بأقرب وقت وبكره بتشوفي. ونرجع عيلة وحدة، مثل ما كنا. ضل عندي سؤال واحد بس نهيدا خانم. ولا يهمك حبيبتي، اسألي قد ما بدك. هلا شو هي نشاطاتك اليومية؟ بتسوقي سيارة، بتعدي، واقفة عم تستخدمي أدوات، عم تنقلي أغراض، نشاطات تانية. والله غالبا قاعدة بالبيت، مو هيك؟ لا أنا هيدا خانم، أنت غالبا بتضلك واقفة على رجليكي. إيه، معناتها أشري لي على هالإجابة. شو عم تعملوا؟ هاي عايدة قال جاي على بالها تعرف قديش صار عمر قلبي. كنت فكرتك رح تصيري مهندسة، بس شايفة عاملة علينا دكتورة. هي شو إلها علاقة؟ هذا علم حبيبتي ولازم كل الناس تطلع عليه. استثناء هيدا جاوبت على الأسئلة، وهلأ رح نشوف قدي العمر الحقيقي لقلبها. أنا بقول شي 30. شو هالحكي، معقول رجعتيني صبية؟ صحيح غفران وينها؟ ولي عليهم قديشهم فوضويين. ايه طبعا، اذا اهلهم ما مربينهم كله هذا من ورا الدلال. بكره بس ليكبروا شوي لشوف شو رح تعمل يا برهان بيك. اوه شايفه صهرنا العزيز مبسوط هو وطليقته. انت شو عم تعملي بهالغرفه؟ عم ضبضب ورا البنات. شو فيها يعني؟ ليش ما في حدا غيرك بهالبيت يضبضب؟ يعني شو ما عملت ما برضيكم. هلا فوق ما عم بعمل معاكم خير بتضلوا تزعجونا؟ اتركينا من هالشي يا غفران، انا اللي بعرفك. انت جاي تنكشي بالغراض ما هيك؟ عيب، عن جد عيب. انت مرة كبيرة، مو عيب عليكي تعملي هالشي؟
اي بالاول شوفي لي هالصورة، شوفي ابنك اللي تارك بنتي المسكينة ورايح يركض ورا طليقته. عجبك هيك يعني؟ انت ليش عم تحكي معي هيك؟ هي ام ولاده طبيعي بده يشوفها. ايه يلا نزلي لتحت لشوف. يلا كثير لابق لك هاللون. طيب حطي منه. دخيلك مالي نفس. حطي بركي بينبسط جوزك اذا شافهم. تركيني من سيرته، والله ما بيستاهل شيء. ليش بقى؟ ما صار لكم زمان متزوجين، يعني لازم تكونوا لسه بشهر العسل. عسل شو؟ ما شفته ابدا، صايرين مثل الغرب عن بعض. لا تقولي يا، في رجال بيرفض مره حلوه مثلك. امه من جهه وابوه من جهه، لك بناته لحالهم مشكله، ما عم بقدر عليهم ابدا. بركي عايش بأزمة، أزمة سن الأربعين. ديري بالك يا مروة لا تكون عينه لبرا. والله ما رح أعذب حالي لأعرف شي. هدول عيلة مجانين، البيت قالب مثل جهنم، الكل عم يعصب علي. هذا غير إنه انكحتيت. منيح لي أمي إجت لعندي كم يوم، لا فيني أحكي ولا فيني أتحرك بنوب، تضرب هيك عيشة. طيب لكان كيف تزوجتوا؟ ما عم بفهم. بالأول كان كمال بيموت علي، بعدين كل شي تغير. والله صعب هالوضع هيك، الله يعينك. شلون متحملي هالوضع؟ والله رح طق، بس بعرف شغلي معه. بتشوفي كيف رح أخذ له كل مصاري وامشي. كأنه حابة تطلقي؟ صرت بتمنى هالشي لشوف إمتى. صبي لك عالثاني؟ اي قومي صبي انتي وصبي لي بطريقك. ماما رح تتأخر لتجي اليوم؟ ايه حبيبي، عندها شغل بالمكتب ولازم تخلصوا بهاليومين. بابا حزين شو بدي اقول؟ بطوطة بتصير مهندسة معمارية لما تكبر. عن جد روحي؟ رح تصيري مهندسة؟ يا حبيبتي انت، ان شاء الله رح تصيري. يلا كنان لشوف صحنك بده يخلص. رح خلي بطوطة تاكل وحدة منه، شو رأيك؟ كل واحد بياكل صحنه. بعد الأكل في إلكن عندي مفاجأة. في مفاجأة؟ مغامرات سندباد، رح نتفرج عليه هلا، ورح نخلي جمانة تعملنا شوية بطاطا وبوشار. مساء الخير.